سابقا في روبيك. شو مدايرة في روحك يا مهبولة؟ معلش يرا، هو أميرة هي مريضة شوية، هذا علاش رايح شكلها هيك؟ هذه هي هيك شكلها مريضة، ملك الجمال تبارك الرحمن، ما أنا كان مش مريضة كيف؟ مادام الورشة فلوسها شوية دبر لك بخدمة تاري أحسن. هو أنا لقيت خدمة بالكلاع. باهي شنو رأيك نخدمك معاي ودير قرشين باهيات؟ لا لا، خدمتك هذه ما نقدرهاش، ما تمشيش معايا أصلا. الزواج هذه مش حتتم، يعني مش حتتم. مروان ليا أني، ليا أني وبس، ولو انقلبت الدنيا هذه فوقي لوطي وطبقة السماء على الأرض. مروان ليا أني وبس. قاعد كران يا فندي أحمد، مع أنني نعزك هلبة. عموماً حنتبت لك الشامخ قداش يعزك ويقدر فيك. وكيف حتتبت لي إن شاء الله؟ لأن الناس اللي قلت لك عليهم يبوا يصفوك ملغمين سيارتك وحتنفجر بعد ما تولعها ثواني بسيطة. بس شن حكاية السيارات اللي تجيب فيهم هذو مايا عقب الليل في الورشة؟ شن حكاية السيارات اللي تزوق فيهم هنايا؟ إلى أخبارنا الوطنية، حيث سجلت ليلة أمس حالة قتل جديدة في طريق المشروع، حيث وجدت جثة المواطن إسماعيل نجم البالغ من العمر 55 عاماً ملقاة في إحدى المزارع بعد أن قام القاتل بإلقائه وسرقة سياراته كيا سوداء اللون وشنطة فيها ما يقارب 100,000 دينار. إلى على اشياء مرور. طمنيني يا عمتي، شو صار؟ قول شنو هو اللي ما صارش يا مروان؟ افضيحة افضيحة يا مروان. اسمع، انت البنت هذه تنساها من راسك نهائيا، فاهم ولا؟ وانت فيك لسان تتكلم بعد الفضيحة هذه؟ يا فضيحتك قدام الناس يا ناصر، افضحتنا الله يفضحك. اسكتي انت بالذات، ما نبيش نسمع حسك. تفهموني ولا زال اطرش في الزفة بناتكم؟ اميرة انساها خلاص يا مروان، أمها قالت مش هتجوزهاك لو طبقت اسمي على الأرض. من غير ما تقول أمها، أنت البنت هذه تنحاها من راسك نهائياً. يا فضيحتك قدام الناس وأنت ماشي بتتجوز بنت في عمر بنتك. بيتجوز بنت في عمر بنتها؟ السلبي بيتزوج عليا واليوم نفضح. ومن مني؟ من البنت اللي تبيها أنت يا مروان، أميرة، اللي بينها وبينها 100 عام. هو أصلاً أنا أعرفها قبل ما يعرفها هو. انت عارفه كلب،
تمشي يا ابوي. اسكتي انت، ما نبيش نسمع حسك. برا ضم حوايجك واطلع برا من حوشي. درق وجهك من عليا. امشي. حس تضربني يا كلب. تطلع لسانك وتلحس ظهرك، بعدها تقدر تاخذ مني أميرة. اطلع برا، اطلع برا، انت اللي شفتك. تقولي لما ليه؟ كيف تديري حاجه زي هذه من وراي؟ هذا اللي صار يا عاجبك الفضيحه اللي درتيها لي اليوم قدام الناس؟ وبعدين خلاص ضاقت بيك، ما لقيتيش تتعرفي الا على قريب ناصر؟ اكيد حتى هذه مقصوده. والله ما كنت نعرف انها قريبه مروان، والله العظيم ما كنت نعرف. انا اليوم تفاجات زيني زيك، حتى لما مشيت لهم في الحوش ما حكوليش على مروان نهائيا. وتو شو بيقول علينا ناصر؟ أكيد بيقول من أولها مشاكل وفضايح. يلا خرجت حد دماغي منهم وخلاص. انت هذا اللي هامك في الموضوع، هل مخرفن شن يقولوا شن ما يقولش؟ انت هذا طايح على منقارة ومستعد يبوس الأرض اللي أني نمشي عليها باش نرضى ونتزوجها، وانت حسبتي لحساب؟ يتهيأ لك، انت أصلا مفروض تحمدي ربي إن الراجل راضي بيك وما خداش بكلام الناس علينا. علاش احنا شن ناقصنا يا عم؟ عشان بوي كان مدمن ومات بجرعة زايدة، معنا احنا كلنا زيها؟ لا، كل عيلة فيها الزين وفيها الشين، بعدين احنا ما نديروش في حاجة غلط باش نرضوا باللي يجي. اسمعيني كويس، وهذا آخر كلام نقوله لك. الولد اللي اسمه مروان تنسيه نهائيا. أنا مستحيل نبدل راجل بفلوسه وبتجارته وبخدمته على خاطر عيل يخدم في ورشة. لكن يام اسكتي، ما عادش نبي نسمع حسك. الولد هذا تنسيه نهائيا، وهذا اخر كلام عندي. وتوا حنتصل بسعاد ونقولها تكلم ناصر يحددوا موعد الفطنية. أنسنا يا فندي أحمد. ها ما قلتليش نحرج لك، وما تقوليش حالها خير من حالي. بخير الحمد لله. رصاصة ما جتش في العظم، خشت وطلع الطول. كويس كويس. قولي شنو الموضوع اللي جايبني على خاطر؟ أحسن ما فيك ديما عملي. شوف يا أكيد أنت تسأل في نفسك وتقول ليش الشمخ يحمي فيه؟ وليش بلغني بالسيارة المفخخة رغم أنك ديما واقف لي زي الغصة في الزور في كل العمليات اللي ندير فيها؟ وأكيد تسأل في نفسك
وتقول ليش الشامخ ما خلانيش نموت ويستريح. فعلا هذا السؤال اللي قلتلاش إجابة لتو. أنا يا سيد العقيد نبي نحط يدي في يدك وندير حلفة معك. كيف تبيني نتحالف معاك وانت تعرفني كويس يا شامخ؟ يعني شنو انت متوقع اني نبيع معاك الهروينة والحبوب ولا نعبي معاك قوارب الهجرة اللي تبعت فيها إيطاليا؟ لا هذا كان زمان يا أحمد. أنا خلاص قررت نغير موضوع تجارة السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية. قررت نصفي دمي من كل الفيروسات ونولي نضيف بالكامل. السلام. أهلين سالم. جاهز؟ خيرك مكظم اليوم. اتصلت بي أختي وقالت فوزي ما روحش اليوم للحوش. وأكيد بيت عند واحد من أصحابها. ما نعرفش، المشكلة أن تليفونها مسكر ومرات الشحن تم منها. انت امتى اخر مره ريته؟ هو جاء امس المغرب دار دوره وطلع. ما قالكش وين ماشي؟ خيرنا يا سالم، هو فوزي متعود يقولي وين ماشي. ما علينا، كان اروح اليوم تمام، وكان ما اروحش بنمشي نبلغ الشرطه. بلغ في شنو؟ في شنو بنبلغ يعني؟ بنبلغ انه مختفي. ايه فهمت عليك. شنو صار في الشقه؟ كملت باقي فلوسها؟ مشيت لهم اليوم الصبح واعطيتهم باقي الفلوس. مبارك عليك، بيدها بالهنين ان شاء الله. هذه الشركه القابضه اللي حنأسسها، وحيكون تحتها عده شركات في المقاولات والبناء والعقارات، وكل خدمتي لولا والمقر اللي انت فيه حيولي من الماضي، واسم الشامخ حيولي قانوني وشرعي بالكامل. يعني غسيل أموال. وعلاش ما تسميش تطهير للذات، صحوة الضمير، عودة للفضيلة. مع ذلك يبقى هذا الشيء اسمه غسيل أموال مهما حاولت تزينه بالمصطلحات متاعك. دي غسيل أموال، غسيل حوايج، المهم المشروع هذا فيه فايدة للبلاد. ولا نقعد على نشاطي الأول خير؟ باهي نبي نعرف أنا شن دوري في هالموضوع هوا. شوف يا أحمد، أني لما بنتحول للعمل الشرعي والقانوني وفي الضوء، معناها حنسلم كل السلاح اللي عندي وحنفضي كل المقرات اللي تتبعني. وزي ما يقولوا، تجارة بدون سلطة وبدون سلاح مستحيل تنجح في مجتمع زي اللي عايشين فيه توا. يعني الثروة عندك والسلاح الشرعي عندي، بس السلطة وين تلقاها؟ أنا قررت نرشح روحي في الانتخابات الجاي، وأنت حتكون الذراع الأمنية اللي تتبعني وتحمي أي مصالح ليا في البلاد.
أهلين أميرة. أهلين. خيرك عطلتي؟ أمي ما كانتش تبيني نطلع من الحوش نهائيا. وخيرك لابس نظارات؟ أمك سكرت راسها أنها هي مش هتوافق عليك نهائيا. بصراحة مفكر إني ننهج. لا لا تجي لشيء، كل مشكلة ولها حل. تسخف أنت، مازال ما تعرفش أمي لما تسكر راسها. لازمك تفهم إن أمي صعبة. أميرة أنا مستحيل نتخلى عليك، ولو كانت تطبق اسمي على لطة أنت ليا يعني ليا. أنا مستعدة نتزوج حتى الجرسون هذا توا، المهم الديناصور هذاك لا. تميت الشقة؟ تميت فيها وقتتها بالكامل. تعبك كله راح على الفاضي. ما في شيء راح. شو بتدير مع رجل عمتك؟ ما تفكريش في الموضوع هذا. تو نعرف كيف نتصرف مع زين. هنشوف. ليامات هذه بدأت نخاف هلبة، نخاف من الموت ونقول لي روحي لو موتت كيف حنقابل ربي؟ شن حنقول له؟ حنقول له يا رب سامحني هيك بكل سهولة، لكن كيف حيسامحني بعد اللي درته كله؟ زمان خربت فردة خبزة من دكان الحاج صالح وقعدت أسبوع خايف من ربي إنه ينتقم مني، وتوا وين وصلت يا مروان؟ المرة هذه مش خبزة، المرة هذه رواح ماتت، بس أنا ما كنتش في وعي، كنت تحت تأثير العبوب. وفوزي اللي قتلته، هل كان حتى هو تحت تأثير الحبوب؟ فوزي كنت مضطر إني نقتله، لو ما قتلتهاش كان حيبلغ فيا. أمتى حيوقف الكابوس هذا؟ أنا خلاص وصلت للنبي. الشقة وشريتها والفلوس وعندي، خلاص التوبة ما عادش نقتل تاني، خلاص يا ربي أنا حنتوب ونستغفرك العمر كله. أعطيني بس سميرة وأنا مش حنعصيك مرة تانية. بحبك أنا كتير يا حبيبي، ضمك طل علي
بوي انت فايق. ها وفا شن في بوي؟ انت تعرف اني قديش نحبك ونحترمك، وانت نور عيوني، ومن ارضى لك الا كل الخير. اكيد، وحتى انا نحبك علبة، لكن علاش الكلام هذا اللي نبي نقوله لك يا بوي؟ انت من حقك تشوف روحك، تشوف مصلحتك، وتعيش حياتك، وانت ما شاء الله عليك مازال شباب وبصحتك، ما فيش حد يقدر يمنعك انك انت تستمتع بحياتك. دي شو تبي تقولي بالضبط؟ اللي نبي نقوله لك يا بوي، اني مستحيل نقف ضدك وضد مصلحتك، واني موافقة على زواجك من أميرة اليوم قبل غدوة، اصلا الشارع محل لك اربع. بارك الله فيك يا بنتي، من يوم يوم نقول عليك عاقلة وراكسة. والحق امي مقصرة معك، وانت من حقك تدور على الانسانة اللي تسعدك وتاخد بالها عليك. كوني متهنية، الزواج هذا مستحيل ينسيني فيك ولا حتى في امك، وحكون بجنبكم كل يوم وحنرعاكم اكثر من قبل. الف مبروك يا بوي، ما تنساش تعزمني على العرس. اكيد يا بنتي اكيد. استاذنك توا. تفضلي. هيك مروان ليا أني، ليا أني وبس. يا منجي نعاونك، تعالي قشري الطماط. حاضر. أميرة يا أميرة، نوضي افتحي الباب. مثله بكل أضنة، لا يعرفوا إن مانا وحيدة ومقطوعة من شجرة، ما هيك؟ يا دي رقدت ولا خيرها؟ أنا رضيانة بأي شيء ولو على السكين. مستحيل هالشيء، رح نساوي لها. باهي باهي، وانتو قريب ترزوها في عمر هالشريانة. ما صفي بني دان غيري، شكلي رح أعمل. شو تفضل، من وانت؟ بالك لسه ما إجا دور. أتمنىك تقبل يديتي المتواضعة، وأكيد راهو مش حتكون الأخيرة. زي العادة
شي نسيتي يا نورية؟ شي نسيتي؟ أيوة، اكتبي 40 فاز عسل وعشرين كيلو لوز مخلط. أكبر شركة لتصنيع حلوى لحاسة في البلاد. أوه يا سيدي بسيد، لكن كيف حصلت المنصب هذا؟ والله ترشحت لي بسبعة أنا جيت لو دفتح الباب وفاء. حاضر يا بوري. شني تاني؟ شني تاني؟ ترى طاسة الشاي ترى. إيه تفضل. أنا كتبت قسيمة بس. إيه شني؟ حلو. شوفي شوفي. قاعد. ايه قاعد يا بوي. يا بوي تعال بسرعة. تعال بسرعة يا بوي. ان شاء الله خير. شنو فيه؟ تفضل شنو فيه؟ انت ناصر؟ ايه علي ناصر. إن شاء الله غير عجبك التاكم. يهبل يقتل بصراحة عندك دوخ مش عادي. ما زال الهدايا الجايات حيكونوا أحلى وأحسن يا ينسيبتي. تسلم لي يا راجل بنتي. خالتي نقروا الفاتحة؟ هي نقروها علاش لا؟ ألف مبروك يا خالتي. ألف مبروك يا ولدي. ألف مبروك يا أميرة. ألف مبروك مروان. هاي خالتي شو رايك الاسبوع الجاي ديروا البيان واسبوع اللي بعد العرس؟ بيعون الله الاسبوع الجاي. متفقين. يعني ماشي ما توصوني بشيء. سلامتك. دير بالك على روحك يا حبيبي. طلعت مش هوين يا مروان، وين اللي كنت هازي عليك؟ ايه بصيل هيني مار تلعب هالي حرام عليك. الثاني حتى فيك
كل منك انت وجه النحس. شو صار في مصباح؟ مازال ما خشت تربيقة؟ كلمته مرة ثانية نفس الكلام، ما في جديد. اتصل بي تو وافتح لي المايك. اللي قال لكم تبيعوا على 6.5؟ مش قلت لكم بيعوا على 76؟ شني فتح جمعية خيرية هنا؟ دولار، هذا دولار بس ما انسى. حرك انت وياه، فرق وجهك امشي. ايوه من معي. سيد مصباح شن حالك؟ الحمد لله بخير. من معي؟ معك سكر يا مصباح. سكر سكر. اي سكر سكر. شن تبي مني يا سكر؟ علاش ما تصل بي؟ نبي نقابلك يا مصباح في موضوع ضروري. صدقني الموضوع حفيدك هلبة يا مصباح. شنو الموضوع؟ احكي في التليفون. الموضوع بخصوص التجار اللي ما بوش يشرمونكم البضاعة. أنا مستعد نخدمكم وخليهم ياخذوها منكم في يوم واحد. ها شو رأيك؟ وين تبينا نتلاقوا؟ غضوا في مقرنا في طريق الساحل. الساعة 9 في الليل. اوكي متفقين. لكن ما تتصلش بي، انا اللي حنتصل بيك لما نجي. حاضر يا مصباح. متفقين. أريفيدتشي تو. الفار ما يقدرش يقاوم ريحة الجبنة. تقدر تقول لي علاش ما تخلصتوش من العقيد احمد لتوا؟ الشامخ يحمي فيه وهو اللي حذره من السياره. الشامخ؟ ايه الشامخ. وقفنا في كل موضوع بالعرض، والاخبار اللي وصلتنا عليه ما تطمنش. وشن اللي وصلك عليه؟ داير تحالفات مع قيادات امنيه وجهز يروحها للانتخابات الجايه. وشن رايك في الموضوع؟ اعتقد جه الوقت اللي نتخلصوا فيه منه في خطه محكمة مدروسة أنا بدي فيها، وقريب يحصل في الطربيقة اللي مجهزها له. خلاص أبدو تنفيذ الخطة وتخلصوا منها بسرعة. أعتبر الموضوع منتهي. موفق. أوامرك. منبيش أي أخطاء المرة هذه، فاهم؟ فاهم.